J'ai vu la تعطلنا شويه باش نرجعوا هاد الرياضيين المتاهلين للالعاب الاولمبيه والبارالمبيه بطوكيو، لكن هذا كان السبب تاعو اننا نحرصوا على صحه الرياضي بالدرجه الاولى. الحمد لله اليوم كل الامكانيات موجوده، بروتوكول صحي عملوه الاطباء مشكورين، اطباء المركز الوطني للطب الرياضي بمساعده اللجنه الصحيه التابعه لوزاره الصحه. هذا البروتوكول تجسد عبر دليل خاص بكل الرياضات، مختلف الرياضات. الان هاد الرياضيين راهم على علم بكل الاجراءات الوقائيه، وراح تم يعني تواصل هاد العنايه الصحيه عن طريق الاطباء الاتحاديات، لانهم راح يكونوا ان شاء الله ابتداء من الغد في تربصات مغلقه معهم الاطباء باذن الله. ان شاء الله نديروا وزاره الرياضه باش نديروا تيست جميع الرياضيين الاخرى الوطنيه، باش يكون في بدايه التربصات اللي حبسنا مده طويله، هذه هي بزاف كنا فيها حنا حابسين، باش نعاودوا ان شاء الله نولوا التحضيرات ديالنا باش نكونوا ان شاء الله متكاملين الالعاب الاولمبيه. شويه كان خاين ستريس بصح اليوم شغل طمعونا، عندنا 3 ايام وحنا نديروا فيهم يسمى نورمال، حاجه لازم يسمى نتقبلوها كما كان. التحضيرات والتدريبات بكل على شكل دليل خاص بكل اختصاصات ولمساعدتهم كذلك في مزاولة التحضيرات والتدريبات.